صراحة والله ما أنا عارف إيش أحكي بالضبط، لكن الاحتلال الإسرائيلي الليلة داهم مستشفى الأندونيسي وقام بتدمير أجزاء كبيرة من مستشفى الأندونيسي وأطلاق النار على عدد من المصابين داخل مستشفى الأندونيسي. هذا هو المشهد داخل مستشفى الأندونيسي بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي له الليلة. الوضع الكارثي داخل مستشفى الأندونيسي، حيث قام الاحتلال بالقصف داخل مستشفى الأندونيسي، تدمير مبنى الأندونيسيين الذي في داخل مستشفى الأندونيسي، قصف داخل مستشفى الأندونيسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يا الله يا رب يا الله. وقاموا تفجير بوابة المستشفى. فجر البوابة الرئيسية لمستشفى الأندونيسي.